السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة جماعة أتكلم فيها عن البنت اللي بتعتدي على حماتها، وحابب أحكي لك قصة لطيفة ظريفة يمكن نطلع منها بمعلومة مفيدة. بس قبل ما أحكي لك القصة، أنا حابب أقولك إن أنا كنت هعمل حلقة عن الفيديو ده، بس للأسف معرفتش، يعني ما كنتش لاقي كلام يليق، مش عارف بصراحة. يعني حاولت كذا مرة ان انا احاول اخلي الكلام كلام شيك كده، بس برضو مش عارف. بس المفروض ان الزوج ينزل بصراحة، يعني يسفلت وش امها، يعني هي واهلها حرفيا اللي ربوها، واللي يرضي امي يتعمل وبزيادة وبدون اي تفاهم. تخيل انت عزيزي المشاهد كراجل في غربة، يجي لك فيديو فيه امك بتنضرب من مراتك. يعني التصرف الصحيح يعني من باب الكرامة وانت مسافر، يعني انت راجل مسافر بعيد، مفروض انه يكلم اخواتها مثلا، يكلم ابوها، يشوف لها كبير لحد ما ينزل، او ينزل على طول في اقرب طيارة ويروح يرد كرامتها، او لو هو انسان عاقل يسمع ويحلل ويغلط، او ايا كان بقى التصرف اللي يرجع لامه كرامتها بالشكل اللي هو شايفه صح. لكن انا بصراحة مش قادر ابلع ان الفيديو ده متاخد من يوم 19 يوليو، والباشا لما وصل له الفيديو قعد بقى يعيط لحد ما برنامج الفيديو شو ينزل على تليفونه، وبعدين يقعد مع نفسه بالليل علشان يحط الفيديو على البرنامج ويجرب أغنية حقك على عيني بتاعت مدحت صالح، فيلاقيها مش لايقة يقوم يجرب أغنية ست الحبايب، ويعيد الفيديو يلاقيها مش مناسبة فيختار أغنية تعبر عن غربته، وبعد 3 أيام ينزل الفيديو على الفيس. ما فعلا كلام يضحك طبعا، نسبة لكلامه هو على الفيديو انه عمل كده لما اهل مراته مشوا في البلد، يعني يقولوا ان امه هي اللي مدت ايديها الاول عليها. فهو نزل الفيديو ده مش على جروب بلدهم ولا جروب العيلة على الواتس ولا حتى الاهل القرية، لا، انما على الفيس عموما لكل الناس دفاعا عن امه. الخلاصة عزيزي المشاهد قبل ما احكي لك القصة ونحلل الفيديو، ان ديت يعني دي مش الكرامة اللي احنا نعرفها، ولا ده التصرف الصحيح في الحالة دي، ولا دي المعاملة اللي المفروض البنت تعامل بيها حماتها او اي حد اكبر منها عموما يعني، ولا ده حتى الزواج اللي ربنا امر بيه. طيب نخش بقى في القصة ونحلل الفيديو ده مع بعض، بعيدا بقى ان انا ايه مش لاقي كلام اقوله بصراحة حلو، فممكن ايه اشتم يعني. فشوف حضرتك، زمان كان في 6 عميان سمعوا ان في فيل جاي قريتهم للاحتفال السنوي، والست عميان دولت عمرهم ما شافوا فيل قبل كده، فراحوا للحاكم وطلبوا منه انه يسمح لهم يلمسوا الفيل. فالحاكم وافق على شرط واحد، ان كل واحد يوصف الفيل بجملة واحدة. طبعا الستة دخلوا على الفيل وكل واحد لمس جزء ووصف اللي لمسه. فاللي لمس خرطوم الفيل قال ده تعبان، واللي لمس الديل قال ده حبل، واللي لمس الجسم قال دي حيطة، واللي قال ده شجرة، واللي قال دي مروحة، وهكذا. الفكرة عزيزي المشاهد ان الستة اتهموا بعض بالكذب والهزيان، مع انهم ببساطة كلهم تحليلاتهم كانت صح، لكن بناء على الجزء اللي لمسه بس، وحللوا بناء على تجاربه الشخصية الجزئية اللي شايف انها الحقيقة المطلقة من وجهة نظره هو. بنفس المنطق ده ناخد الفيديو بتاع الزوجة اللي بتضرب حماتها كمثال. لما تيجي مثلا تفصص الفيديو هتلاقيه عبارة عن 3 ستات وطفل رضيع، الزوجة وامها شايلة ابنها وحماتها، بيتبادلوا اطراف الحديث، بيتكلموا مع بعض عادي، وبعد كده بتقوم الزوجة فجأة بتعتدي على حماتها بالضرب. طبعا الفيديو دوت هتلاقيه على أغنية بالورقة والقلم لرهام عبد الحكيم، والناشر هو الزوج المغترب. طبعا كل اللي شاف الفيديو ده يا جماعة حللوا بناء على التجربة الجزئية الخاصة به هو، اللي قاس عليها تبريره واعتبر الحقيقة دي مطلقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني مثلا الراجل اللي شغال في دولة خليجية او سبق له الاغتراب شاف الفيديو ده من منظور الزوج المغترب، فبرر للزوج لانه انت ما تعرفش ظروفه في البلد اللي شغال فيها او هيعرف ياخد اجازة ولا لا. طيب حاجة تانية، البنت اللي حماتها طلعت عينيها في حياتها الشخصية
شافت الفيديو ده من منظور الزوجة وبدأت تبرر ان اكيد حماتها دي مطلعة عينيها وان ده اقل واجب في الست الحربية دي. طبعا ده على حد وصفها يعني. حاجة تانية، الراجل اللي متجوز واحدة منكدة عليه عشته او اللي ده محامي هيشوف الموضوع ده من ان اللي البنت عملته ده قلة ادب واقل واجب اسفلت وشها الاول وبعدين نتكلم. طبعا اللي لسه مخلفة طفل جديد ومتعلقة بولادها هتشوف الولد اللي امها شايلاه وهو بيقع معاه على الارض وهتقول بتتخانقوا طب وذنب الواد اللي في النص ده ايه؟ طيب الام اللي عندها ابن شاب غالي عليها او متجوز جديد هتشوف الموضوع من زاويه الام اللي جوزت ابنها لبنت قليله الربايه ومحتاجه تتربى من الاول. الفنان طبعا هيعلق على اختيار الموسيقى، المخرج هيعلق على المونتاج، المتدين هيعلق على احترام الكبير، المدني هيعلق على الفلاحين، اللي مش عارف ايه هيعلق على ابصر ايه وهكذا. في الحقيقه عزيزي المشاهد كلكم في تحليلاتكم صح وغلط في نفس الوقت، صح لان ده مبني على الجزئيه اللي حضرتك مريت بيها او شبهها وحللتها بناء على تجربتك الشخصيه، وغلط علشان حضرتك متعصب لرايك وعايز تعممها انها الحقيقه المطلقه لان دي مش الصوره الكامله، انما حضرتك ده مشهد واحد بس اللي هو لا انا ولا انت لينا الحق في الحكم عليها، انما اصحاب القصه نفسهم اللي عارفين خباياها وكواليسها اكتر مني ومنك. فهمت حاجه؟